وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز أبول، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. دكتور عبد العزيز، بعد التحية، شهد القطاع الاقتصادي في البلاد نموا كبيرا بفضل الرعاية الملكية السامية لهذا القطاع الحيوي الهام في المملكة. وكما تعلمون سعادتكم، يواصل هذا القطاع السير بثبات على الرغم من تداعيات أزمة كورونا العالمية. لو تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أولا يسمح لي أن أشكرك في تلفزيون البحرين على الاستضافة، وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة لرفع أسماء التهاني والتبريكات لمقام جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة قدوم العيد الوطني المجيد، أعاده الله على الجميع إن شاء الله بالازدهار وعلى البحرين بالتقدم دائما. آمين. الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني موضوع النمو الاقتصادي، اسمح لي في البداية أن أعود إلى بعض التاريخ. منذ تولي جلالة الملك المفدى لسدة الحكم، البحرين شهدت نقلة نوعية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني وأيضا الحرية الاقتصادية، وهذه مسألة مهمة جدا يجب إدراكها، أنه في الفترة من 99 إلى الآن تغيرت معالم البحرين تغير كبير، تغير معالم الوضع الاقتصادي ككل. يعني الوضع الاقتصادي كان مزدهر، الآن أصبح مزدهرا أكثر، وتجد ذلك في اتساع الرقعة العمرانية، توسع البنية التحتية، أيضا يعني معالم البلاد صارت شاهقة في مباني معينة في مناطق معينة، اتسعت رقعة الاقتصاد. الحقيقة هذه كلها مؤشرات على النمو الاقتصادي الذي حدث بسبب يعني تعزز الثقة في التوجه الذي يقوده جلالة الملك، وبالتالي نشهد اليوم أنه المواطن ما عاد يعتمد فقط على الوظيفة، وإنما هناك العديد من القطاعات الشبابية مثل ما تفضلت في التقرير، اتسعت قطاعات الإنتاج غير النفطي، يعني مؤسسات كثيرة انتشرت، عديد من الشباب يعتمدون اليوم على أنفسهم في استخدام التطبيقات الاقتصادية الحديثة، عدد البنوك ازداد، عدد شركات التأمين ازدادت، عدد المؤسسات الانتاجية، القطاع العقاري توسع هائل جدا بفعل الثقة في الإدارة الحكومية والتوجيهات الملكية السديدة، وأيضا في يعني الإمكانيات التي أتاحتها الدولة للقطاع السياحي والقطاع العقاري. عدد السياح الذي أتى إلى البحرين بفعل سياسة الاستقدام أو في سياسة حتى منح التأشيرات للعديد من المواطنين الأجانب الذين يأتون للبحرين اتسعت، بالتالي الحق مؤشرات الاقتصاد تغيرت تماما. الناتج الإجمالي العام زاد، دخل الفرد من الناتج الإجمالي العام ارتفع، أيضا العديد من يعني العديد من المؤسسات نشأت، وكلها تشير إلى أن هناك مناخ حيوي للاقتصاد للنمو بفعل التوجهات السامية وأيضا ممارسة الحكومة الرشيدة، وأيضا للشعور بالثقة في أن البحرين كاقتصاد لا يعني حجمه يزداد ويتسع بفعل هذا التوجه العام وفعل الثقة ومنح الثقة والدعم الحكومي. الحقيقة يعني احنا اذا بنشير الان الى جانب سلبي محدود، هو في سنة 2020 اللي هو بسبب عامل خارجي تماما، عامل في العالم ككل، وهو يعني فيروس كورونا الذي أثر ليس في البحرين فقط وإنما أثر في العالم، فتأثرت كافة القطاعات، لكن هذا سبب إن شاء الله سينتهي سريعا. والآن الحكومة المؤقرة مع الميزانية الجديدة 21-22 تتوقع نمو اقتصادي بمعدل 5%، وهذا طبعا شيء يعني يبعث على التفاؤل. وأعتقد أن احنا إن شاء الله بعد ما نحقق التعافي من آثار كورونا، يعني جائحة كورونا، سوف يعود الاقتصاد البحريني إلى مستوى معدلاته السابقة، وسوف يشعر المواطن بأن مستوى المعيشة متحسن ولم يتأثر. ومثل ما تفضلت في تقريركم، ما أنفقته الدولة من إنفاق فاق 4 مليار دينار، وحتى أكثر من 4.5 مليار للحفاظ على مستوى معيشة المواطن، لإبقاء الأعمال يعني بدون ما تتأثر ولا ينفصل أحد من المواطنين، وأيضا لإرسال
إشارة بأن الحكومة تحرص والدولة تحرص على رعاية القطاع الخاص ورعاية الاقتصاد، وبالتالي نعم وديمومة عجلة الاقتصاد الدائرة في مملكة البحرين. الدكتور عبد العزيز أبول، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.